رمضانكم صحي برعاية دائرة الصحة أبوظبي. حياكم الله مشاهدينا ومبارك عليكم الشهر الفضيل، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. ينهك العطش الصائم خلال شهر رمضان، وخصوصا إذا حل رمضان في فصل الصيف، فلازم علينا نحاول قدر المستطاع أن نتجنب الحرارة عبر عدم تعريض أنفسنا لأشعة الشمس بشكل مباشر، ونلجأ لشرب المزيد من المياه أثناء السحور. فعاداتنا الخاطئة في الطعام وقت الفطور ممكن تكون سبب رئيسي لمعاناتنا وقت الصيام، حيث أن أهم المأكولات والمشروبات والعادات الخاطئة اللي تسبب لنا الشعور بالعطش في رمضان هي على النحو التالي: تناول المأكولات اللي تحتوي على التوابل والبهارات بنسب كبيرة، بالإضافة للمشروبات اللي تحتوي على كافيين بنسب عالية مثل القهوة والشاي، والمشروبات الغازية والمأكولات اللي تحتوي على نسبة عالية من السكريات مثل الحلويات ويا كثرها في رمضان، كما أن المأكولات اللي تحتوي على نسب عالية من الأملاح مثل الشوربات المصنعة والأطعمة المعلبة تعتبر سبب رئيسي للعطش. وأخيرا، التعرض المستمر للشمس يجعل الجسم جاف ويفقده الماء والسوائل عن طريق إفراز العرق. وهناك نصائح يجب أن يتبعها الفرد حتى يتغلب على لصوص الماء، وهي: تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا، ولكن لا تناول الماء على دفعة واحدة، قسمه من الإفطار إلى السحور. البعد عن تناول المخللات والأطعمة الغنية بالملح. وأما مدمنين الكافيين فلازم تشوفوا لكم حل مع هالكافيين، ويجعل الجسم يتخلص من السوائل ويزيد من الشعور بالعطش، واللي المفروض علينا نسويه أن نستبدلها بالعصائر الطازجة والمعدة في المنزل، ونتناول الخضروات والفواكه الطازجة لاحتوائها على نسبة عالية من السوائل والألياف الغذائية. وبنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصحة الجسد والروح، أقول لكم صياما مقبولا وذنبا مغفورا. رمضانكم صحي برعاية دائرة الصحة أبوظبي.